صباح الخير. ولا خليل شوف انت بتفهم ولا بفهم؟ بفهم بس لا تقتلني. بفهم عليك وخص بس انت ما دام بتفهم ليش نطني قدام المنشره؟ رحت مشان ودي البقره لعند الراعي، قامت البقره هربت مني وبلشت تنط وما تحط، وانا ارقد وراها ونط ما حط. امي شافتني، شافتني منى، شافتني منى، جيت لعندها وقلت لها هي شو عم تضحك علي؟ سالتها ليش عم تضحكي علي؟ ما ردت علي، بتحملت حالي وركضت وراها البقره نط ما حط. متقربت علي بتعرف وين كانت؟ كانت بالكرم الغربي فوق 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 فوق. وقفت لها هيك، تحمطت لها تحمطت لها وهجمت لك عليها وحطيتها ياتي برابتها. قلت هيك يعني؟ ايه مثل هيك. روح افتحها قبل ما افتحها برك. روح أمرك، أمرك معلم. لا وأنا عم بسمع له كمان. معلمي هلا ما قلت لي أنا وديت البقرة ولا ما وديت البقرة؟ أنا شو بيعرفني إذا وديتها ولا ما وديتها؟ ما خليتني كفي القصة. روح كفي فتح البواب أحسن ما قلت لي فيك على الصبح يفتح يعني ملا. هلا أنا وديتها ولا ما وديتها؟ شو بعرفني؟